بسم الله، هنبدأ إن شاء الله مع بعض درس في الفورمز والكنترولز والفورمز، شاشات الإدخالات وهكذا يعني. زي الايفنتس، في ايفنتس بالانجلر جي اس زي كليك دبل كليك، الماوس موف، الماوس انتر، كلام من ده، وده موجود عندنا بالانجلر جي اس زي كليك دبل كليك وماوس داون وماوس اب. ماوس داون بدوس على الزر بتاع الماوس، ماوس اب سبت ايدي من على الزرار، ماوس انتر الماوس دخل على الكنترول، ماوس ليف بعد عنه، ماوس موف بيتحرك فوقيه، ماوس اوفر فوقيه بس واقف، كي داون في زرار في الكيبورد دوست عليه، كي اب في زرار في الكيبورد شلت ايدي من عليه، كي بريس دوست وسبت، وتشينج القيمه اللي جوه الكنترول بتتغير. في فاليديت الداتا عشان نتحقق من تحقق من صحه البيانات. ممكن نستخدم ثلاث حاجات يتراكوا الايرور اللي بيحصل او في ادخالات غلط. في ديرتي، ودي بتوريك ان في القيمه اتغيرت ولا لا، انفاليد يعني القيمه اللي داخله مش صحيحه، وايرور دي بقى يعني معناه ان في غلطه يعني اليوزر مدخلها يعني غلطه ايرور يعني. هنشوف، فعايزين نشوف مثال على طول على الانجلر فورمز. دي طبعا من اهم الحاجات عليها شغل يعني. فهاجي كده من فايل نيو كده، ممكن اخد كوبي من الملف بتاع الاندكس القديم اللي احنا كنا حاطين فيه كل ال يعني التيبل بتاع الستودنت ده بالكود بتاع الكنترولر بتاع الستودنت كنترولر كله بالكامل اللي هو على بعضه ملف واحد، خدت منه كوبي ورحت على انتايتل فوق فايل، انت عامل بيست ماشي يا عم. طبعا ماشيين في السلسله بتاعتنا بنكمل الدروس واحده واحده، لو درس مش مستكمل انا مش هاخد كوبي وبيست يعني، بس ده الغرض يعني. انتايتلد هتسميه ايه؟ قلت له هسميه فورمز اكزامبل 1، بس مش هسيبه جوه الجي اس، هخليه جوه الايه بره كده، وده دوت اتش تي ام ال عادي. كلام جميل، اسيب البوردر للستايل زي ما هو مش مشكله والكلام ده كله. الانجلر فورمز خلاص، تعالى اقفل الديفايه دي كلها كل ما فيها، هتلاقي خلاص ما فيش حاجه غير السكريبت. سيبك من السكريبت دلوقتي عشان هستخدم الكنترولز بتاعت فورمز، فلازم اعمل تاج اسمه فورم خلاص، واقفل بسلاش فورم، بس انا اقفل بسلاش فورم بعد الديفايه دي يعني بعد كل الشغل اللي موجود جوه الديفايه خلاص. او انا مش شايف ان احنا ممكن نعمل ايه، نسيب الفورمز دلوقتي كده وخلينا جوه الديفاي، جوه الديفاي عشان بس يبقى الكنترولر المتحكم في الفورمز ماشي. قبل التيبل اقوم جاي هنا اعمل ايه فور، ومتقال سلاش فورم دي تبقى بعد ايه التيبل الاولاني والتيبل الثاني، واقوم حاطط ايه سلاش ايه سلاش فور، التيبل الثالث كان جوه التيبل الثاني مش مشكله. فهد الفورم دي اديها اسم تانيم، فقلت مثلا هسميها student form، وقلت له ايه no validate مش هتحقق ماشي. وجيت هنا وانت جاي في التيبل الداخل الاولاني عندي tr enter first name صح كده، وانبوت تكست ان جي موديل على student.first name، انا هخليها على طول مباشره مش هعمل التعقيد ده خالص، قلت له ايه على الفيرست نيم كده ماشي، لان جي موديل حلو. اجي نوت جنبيه كده قمت قايل ايه هنا جرا سبيس، وقمت كاتب ريكوايرد اتش ام ال 5 خلاص كده، بقى المفروض ان هو اجبار لازم يدخل الفيرست ايه الفيرست نيم. كلام جميل. وبعديها بعد التي دي او جوه التي دي زي ما انا ماشي، اجي جوه التي دي زي ما انا عايز ازود شويه حاجات يعني زي ما اماكن الرسائل الاخطاء والكلام ده كله. فجيت بعد التي دي ديت كنت عامل سبانايا خلاص سلاش سبان، وجيت في السبانه دي كده زي ليبل كده او زي حته اكتب فيها لازم فيها عاديه، كنت عامل لها ستايل مثلا، قلت للستايل بتاعها هديله كولر ريد يعني لما يجي يكتب فيها يكتب باللون الاحمر، وان جي شو فاكرين ان جي شو تمام، هتاخد مني هتشو امتى؟ طبعا لو واخده تروح تشو
هي دايما في باي ديفولت بتاخد فولس صح كده؟ باي ديفولت بتاخد فولس. فقلت له عارف الستودنت فورم ده اسم الفورم مش مشكله دوت الفيرست نيم عارف الفيرست نيم؟ قال لي عارف الفيرست نيم اللي جوه. قلت له دوت قمت مديله دولار ساين ديرتي يعني لما القيمه تتغير خلاص. ايه ده لما القيمه تتغير يطلع كده على طول؟ قلت له بس خد بالك كمان وكل الفيرست نيم تكون ايه؟ القيمه اتغيرت تبدا يا شو تشتغل في نفس الوقت. اند لازم الستودنت فورم دوت الفيرست نيم برضو خلاص لازم تبقى انفاليد. فاقول له كده دوت انفاليد خلاص كده لازم تكون ايه اتغيرت وبكون اتغيرت وبس. مش بس كده ولازم يكون كمان القيمه اللي جواها قيمه غلط. لازم تكون جواها القيمه اللي جواها قيمه ايه غلط. هتعمل ايه ساعتها؟ قلت له جوه الاسبان دي بقى تكتب واقول لك ممكن نعمل جوه الاسبان اسبان ممكن نعمل جوه الاسبان اسبان حلوه دي نعمل جوه الاسبان اسبان. قلت له اسبان ثانيه هظبط بقى فيها شكل العرض ان جي شو تظهر امتى. قلت له عارف الستودنت فورم عارف الفيرست نيم اللي جوه الستودنت فورم. قال لي تمام. قلت له عايز جواها ايرور ايه ده؟ المفروض ايه؟ دولار ساين كده ايرور دوت ريكواير يعني طلع له خطا ان ديت ايه حاجه ريكوايرد. فكده هقفل طبعا الزباله. ايه ده؟ في حاجه مش مظبوطه. قفل سلاش اس ازاي يعني؟ فتح اس دي الزباله الاولانيه تمام وادي سلاش اسبان هو اعتبر دي سلاش اسبان ماشي. يبقى انا هنا كمان ايه سلاش اسبان عشان تبقى دي تعدي كده ودي خليها اللي فوق ماشي. وهنا اكتب اللي انا عايزه. هنا بقى انا هنا عملت فايرنج للايرور وقلت ان ده ريكوايرد واكتب هنا في الايه في الزبانه دي. جيت هنا قمت قايل فيرست نيم از ريكوايرد بشكل ايه بشكل مباشر كده. حلو كلام جميل ده الفيرست نيم مفيش اي مشكله. اللاست نيم تقريبا هبقى هي هي مفيش تقريبا اي اختلاف صح ولا لا؟ هي هي بالظبط بس هشتغل على اللاست نيم. فقلت له ماشي انا هاخد بقى ايه الزباله بتاعت الجمال ده كله الشغل ده كله واخد منها كوبي قمت جاي هنا ادي اللاست نيم وادي الايه البتاع الموديل داخل على السولند دوت لاست نيم. قلت له لا خليك في اللاست نيم بس كده مباشره خليك في اللاست نيم كده ايه مباشره. وعايز اقول لك بس ان انت ايه يا انبوت انت ريكوايرد يا انبوت انت ايه ريكوايرد تمام يا انبوت انت ريكوايرد. وعايز جنبيك بقى تحط لي زبنايه كده اللي هي كوبي وبيست عندي من فوق صح؟ تعمل بيست سبانا ستايل كلر ريد مش عارف ايه بس ستودنت فورم بس مش بقى الفيرست نيم هنقول له الايه؟ اللاست نيم. وظبطت هنا فعلا ان هو لاست نيم على طول وديرتي وفيرست نيم انفاليد. وهنا نطلع ايرور ونكتب الايه؟ اللاست نيم از ريكوايرد لاست نيم ايه؟ از ريكوايرد. تعال نقول له مثلا وليكن عشان الدنيا تبدا توضح معانا كمان نستخدم شويه حاجات من الحاجات الحلوه. تعال نقول مثلا ايه دخل ايميل فاقوم جاي هنا بس ما كانش عندنا ايميل فانا هاخد التي دي تي ار كلها كوبي كده قبل الفيز تعمل بيست نفس الكلام مش هقول له بقى انتر هنا بقى هقول له على طول ايه الحته دي اقول له الايميل خلاص. وجيت هنا قلت له انبوت تكست عادي ماشي ممكن اديله نيم عشان ابقى نادي عليه مش مشكله نيم ايميل ده اسمه والتايب بتاعه كنا محددين التايب ان هو تكست ولا لا في تايب HTML5 ايميل اصلا والان جي موديل بتاعتنا هتبقى برضو ايميل
و required ممكن احط كمان ان length يعني عدد الخانات ما يزيدش عن 100 خانة. تمام كده؟ تمام. وبيت في الاسبان الستايل بتاعنا ريد، وان جي شو بروسيرن دوت فورم بس هات لي منها الايميل ديرتي وانفاليد، والاسبانة الداخلية عملنا لها required، بس هنا مثلا نقول بقى ايه سيرن فورم هنا الايميل وايرور required، وانتقل هنا ايميل is required. بس كده ممكن اقوم عامل اسبانة تانية خلاص ان جي شو ايميل ايميل ومتقال ايه ايرور، بس مش هقول له بقى الايرور بتاع احنا عاملين ايرور هنا. طيب نوع اسمه ريكوايرد، هنا بقى هعمل نوع تاني اسمه ايميل، وما قال له هنا بقى ايه طيب الايميل ده، واقول له لو نكت ان هو اجباري هنا هقول له لا انفاليد ايميل، يبقى كده الايميل دوت ماله ايميل مكتوب بشكل غلط، الايميل ده مكتوب بشكل invalid email address، الايميل مكتوب بشكل غلط. طيب كلام جميل، تعالى في الـ في الـ في الـ في التي ار الجايه مش عارف احنا ممكن كمان نضيف ماشي، خلينا في التي ار الجايه نعمل زراير كده، انا جاي هنا اعمل كده تي ار واتي دي، وجوه تي دي قمت عامل باتن ان جي كليك، والان جي كليك خليته نادي على حاجه اسمها ريسيت عشان يفضي على الشاشه، قمت مسميه ايه ريسيت، خلاص هيطلع قيمة ريسيت، ولما ادوس عليه هينادي ب ان جي على الكود ريسيت، قمت جاي في التي دي اللي جنبيه وقمت عامل نيو باتن والباتن اللي بعديه ان جي داش ديسيبلد، ان جي داش ديسيبلد، وقلت له بقى ايه طول ما ديسيبل امتى انا عايز اخليه يفتح في وقت معين يبقى مقفول في الباقي، ان جي ديسيبل، ولسه هحكي قصه الديسيبل دي عامله ازاي، لكن ان جي كليك هتبقى سبميت هينادي على كود اسمه ايه على فانكشن اسمها سبميت، والزرار هيبقى مكتوب عليه كلمه سبميت خلاص الكلام ده. طيب احنا ما قلناش حاجه في ان جي بي ان جي دي سيبل، انا عايز الزرار بتاع السبميت ان هو يرسل الفورم ده يبقى مقفول، طبعا كان في هنا اي تي ارات ثانيه شيلها مش محتاج كل بقى الايه الحاجات القديمه دي، كل التبولات والحاجات القديمه دي سيبك منها دلوقتي هي بس كده، وهنا سلاش تي دي في تي دي ناقصه تي تي دي مش مقفوله صح، هنشوف هي ايه. ماشي نراجع كده بسرعة مع الـ HTML بتاعنا، ماشي ادي تيبل معرفش مقفول فين التيبل ده، يا ترى مسحنا القفلة بتاعته ده حقيقي، التيبل ده اصلا كله لو بصينا عليه هنلاقيه جوه الفورم صح، هنلاقيه جوه الفورم، يبقى انا محتاج قبل الفورم هنا ما تخلص او ما نسلاش تيبل، طبعا بيطلع لي كده كلمة تي دي يبقى في تي دي مش مقفولة مش مظبوطة، ماشي هنشوف ده تيبل تي ار مقفولة وتي دي بقفلتها وتي دي تاني بقفلتها، مين تي دي كولوم تو كولومز تي دي تانية تي ار تانية، نتأكد كده ان التي ار دي جنب مقفولة مقفولة وتي دي تي دي تانية، فين قفلت التي دي التانية مقفول كلام جميل، تي ار تي دي اهيت وتي تي دي تانية مش مقفولة مش مقفولة مش مقفولة،
دي كده مش مقفولة، هي المفروض تقفل بعد الاسبان على طول يعني كده اهو، صح كده؟ تي دي عشان يبدأ تي ار جديدة ويقفل سلاش تي ار كمان، مظبوط هو كده صح معايا، كلام جميل. وبعد كده تي ار جديدة بتي دي الجديدة بتاعتها بالكلام الجميل ده كله، حلو قوي. خلاص انا بس كنا قبل ما نخش في الكنترولر ذات نفسه عايزين نقول ديسيبلد امتى، طول ما هو عايزين نقول هو طول ما قيمه الفيس نيم غلط او اللاست نيم غلط او الايميل غلط، صح كده؟ الثلاثه يبقى زرار السبميت مفترض ان هو ديسيبل، مش مفتوح ان هو يسبميت او يدوس على زرار ان هو يبعت البيانات دي، صح؟ طب عامل ازاي بقى؟ اقول له عارف الستودنت form dot first name dot dirty أو صغير في نفس الوقت the student name the student the student form the first name مالها true invalid، يبقى كانت ايه؟ ما تشتغلش، صح كده؟ دي أول حالة هو المفترض فيها إن هو ما يشتغلش. بأند. ده على بعضيه. حلو؟ عايز أقول أور، أدي كده أو. أور. أور إيه؟ ترو أور. أيوه أنا عايز أقول كده، مظبوط. أو نفس الكلام هو هو. بس ايه بقى؟ مش على الفيرست نيم، على اللاست نيم، خد كده الفترة دي بيست، قلت له بس ايه على اللاست ايه؟ على اللاست نيم، على اللاست نيم، خلاص؟ أو نفس الكلام بس على مين؟ على الإيميل، برضه الإيه؟ الستودنت بس هنا على الإيه؟ ايميل وهنا على الايميل، على الايميل تمام كده، وقمت جاي بعد كده على السكريبت بتاعي ماشي من اب مفيش مشكله، والستودنت كنترولر مفيش مشكله، بس بقى مش محتاج بقى الفيرست نيم واللاست نيم والكلام ده كله مش محتاجه جوه للستودنت، بس مفيش الكلام ده كله مش مهم خالص اساسا، الستودنت ده كله اساسا بكل شغله احنا ما عندناش اصلا، مش عايزين نشتغل اي حاجه تخص الستودنت اساسا، احنا كل الفكره اللي فيها احنا كده قافلين صح تمام، وهنا قافلين الفانكشن، انا عايز بس السكوب، انا عندي الريست ريست، وهنقول الريست دي عباره عن انا قلت كنترولر دوت ريست، قلت ادي فانكشن انونيمس فانكشن خلاص، وجيت هنا قمت قايل له ايه لما كده يبقى السكوب بتاعي دوت الفيرست نيم اللي جواه كنترول على طول فيرست نيم اخليها بتساوي فاضي خلاص امر، ونفس الكلام بس باللاست نيم فاضي، واخر حاجه الايميل فاضي، او احط ديفولت فاليوز، او احط ديفولت ايه ديفولت فاليوز بس خلاص، ممكن دي فانكشن لما حابب انادي عليها ريسيت، ممكن اول ما يشتغل ينادي على الريسيت، يعني ممكن اول ما يشتغل ومعمل كده ومعمل سكوب، يعني اول ما يقوم خليه يشغل مين الريسيت فانكشن على طول، هنا تعرفها بس مش هتشتغل غير لما نادى عليها، وقال هنا لو تنادى عليها على طول فالمفروض ان هي ايه تبدا تشتغل بشكل مباشر، يعني لو جينا هنا عملنا احنا كنا مسمينها ايه معلش فورمز اكزامبل 1 ادي فورمز اي اكس 1 اتش تي ام ال فورمز اي اكس 1 اتش تي ام ال
why not found. أكيد في حاجة مكتوبة باسمه مش مظبوطة. طب نخش نشغله. اشتغل اهو. الراجل كاتب ايه غلط مش مهم. first name عيل عادي. طبعا root submit دلوقتي في كده غلط. last name كريم. reset type شغالة. reset شغالة. مسحت كله. طبعا هنا بدأ يقول لي ان كده غلط. يعني اصله هنا عملنا ريفريش. اصله المفروض يطلع معايا ايه؟ ديسيبل صح؟ ميبقاش انيبل. يعني لما ادوس كده دلوقتي مش اي حاجه بتحصل. ده غلط. يعني انا مش عارف مثلا ايميل اي حاجه بقى طلع لي اي حاجه. ايميل اي حاجه دوت كوم طلع لي كده ايه الايميل سليم. تعمل كده ماسح مشيت برضو ما حسش بالموضوع. طيب ماشي. طب انا عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له احط ديفولت فاليوز مثلا في السكوب مثلا عادي. سبور مثلا اعمل عادل. كده ده القيم بقى مبدئيا يجي يخش المفروض يبقى ايه دي القيم الموجودة على الشاشة. تمام كده في ايه سبميت ماسح شيت. مشتغلش معايا مظبوط. هنا اشتغل صح بس المفروض ان هنا انا عندي مشكلة في ال في ال مشتغلتش معايا مظبوط حتة الايه الحتة دي مش عارف يا ترى ممكن يكون ال الايرور فين. interface name input type text ng model first name ودي required. طبعا ng model هتوصل طبعا على السكوب. كده دي هتوصل على السكوب. لكن انا دلوقتي عشان اشتغل هنا على الطاير كده اقول له student form dot first name لازم يكون اسم الكنترول كده. يعني لازم يكون الانبوت ده ومديله نيم first name خلاص. فكده يبقى يعرف student form dot first name كده يقدر يوصل لها. طبعا كذلك المفترض في last name ادي نوت ايه last name برضه لازم اديله نيم ان ده عباره عن اللاست ايه last name. وكذلك طبعا الايه الايميل اهو الانبوت التايب ايميل. الايميل اهو نيم مكتوب في الايميل افتكرناه ما كناش كملناه في الباقي. طب تعالى عشان كده الايميل كان شغال الوحيد اللي كان شغال هنعمل ريفريش. تعالى بقى نقول ايه عادل. اول ما فضيته قال لي ايه الفيرست نيم از ريكوايرد مظبوط جدا وبالاحمر وكل حاجه تمام. اول ما دخلت اول حرف مش عندي مشكله خلاص شال خلاص. صبور مشيت صبور كده في مشكله. ده كده اللاست نيم برده في مشكله. طيب طيب ماشي يبقى كده بس هو كده عامل لي ديسيبل على اساس ان انا على اساس ان انا ايه مش حاسس. لا حاسس باللاست نيم. تلاحظوا ان اللاست نيم مقصره هنا بس المفروض لما بحط لاست نيم المفروض يطلع لي ايرور لاست نيم. تعال نشوف ليه اللاست نيم فيه ايه مشكلته. ادي اللاست نيم تايب تكست ان جي موديل لاست نيم وده ريكوايرد. قلت له هنا سنت فورم لاست نيم لما يتغير وفي نفس الوقت سنت فورم بص مكتوبه غلط فارس. لا المفروض لما يقول لي لاست نيم از انفاليد وشو سبان شفت لما يكون فيرست نيم ايرور. لا لما يكون الايه لاست نيم ايرور ريكوايرد. يبقى احنا لازم نبص بصه سريعه. جابنا بسرعه ايميل وده سنت فورم ايميل ديرتي وده هنا بص اهي نفس الغلطه ايميل عشان كده ما طلعليش ايرور ما طلعليش رساله ان الايميل دوت ريكوايرد ايميل ريكوايرد مظبوط وسنت فورم دوت ايميل دوت ايرور ايميل مظبوط كده الرسائل المفروض تتظبط. هنعمل ريفريش عادل شلت عادل قال الفيرست نيم ريكوايرد كريم. صابور شلتها قال اللاست نيم از ريكوايرد مش عارف الاحمر ولا انا مش شايف ماشي. تمام
الايميل، الايميل از ريكوايرد، كتبت اي ايميل غلط، قال لي انفاليد ايميل ادرس لغايه لما انا ابدا اكمله، ابدا اشيله، بعد كده يفتح لي الايه؟ يفتح لي الايه؟ السبميت. يفتح لي السبميت طول ما الايميل مش مكتوب صح، طلع الايميل غلط لغايه لما انا ايه؟ اكتب ايميل سليم، وبعد كده السبميت يبقى مكتوب ريسيت، يرجع لي الداتا القديمه، او لو احنا عايزين نخلي الداتا بقى ما تبقاش في داتا ديفولت زي ما كنا عاملين، كنا بنجرب لكن كنا حاسين في حاجه غلط كده. هو لما اجي اعمل ريفريش الاول، لما اجي اعمل ريسيت يفضي لي. تمام، طبعا ده يعني مفترض ان برضو الديفولت كده يبقى في مشكله عندي، الا ان برضو اللاست ممكن في حاجه مش مظبوطه، بس هو في حاجه مش مظبوطه ان هو مش عاملهم بنفس اللون اللي هو بتاعهم، او ممكن عشان اللاست تايم. ماشي، بص بص على اللاست نيم، input name last name text gmodel required، مش مشكلة. وعملنا له style red student form last name dirty، student form last name invalid، student form last name error required. last name is required مظبوطة وكل حاجة، بس الستايل بتاعها مش مظبوط أوي، يمكن عشان هو واخد أصلا styling لون مختلف يعني. بس كده ايه، ادي كله بقى ريكوير. نجي احنا بنتكلم احنا نظبطها اكتر من كده، على ان احنا مش عايزين في الاول اصلا يبقى الزرار ده اصلا ديسيبل، يعني الزرار سبميت في الاساس يبقى طالع معايا ديسيبل. فممكن نعملها ازاي؟ احنا هنا متقالين ان هو البطن ده اصلا ديسيبل، ياخد ترو امتى؟ لما كل قيمه انفاليد. فاول مره طبعا ما تبقاش لسه اي حاجه انفاليد، يعني لما نيجي نخش الاول مره بتبقى الشاشة لسه بتاعتي مفتوحة وكل حاجة مفتوحة والزر مفتوح، بس مفيش أي حاجة لسه invalid يعني. ممكن أقول له مثلا or first time، خليها دي واحدة كده، or first time، و first time ده طبعا هاخدوها false. قال لنا السكوب دوت فيرست تايم فولس، او نخليها اصلا من ضمن ال هنا، بس المفترض ان هي بعد ما يبدا يملى اي قيمه المفترض ان هي تتغير، يعني هو المفروض كده لو دخلنا كده برضه ما اثرتش اول مره مفتوحه ترو، معلش اسف ترو، هيبقى ديسيبل ترو، سوري كده ارجع اول مره طالعه تعمل مقفوله. انا عايز بقى لما يبدا يشتغل يفتح بقى، بس انا كده هيبدا طول عمره مقفول، لان دايما الفيرست نيم الفيرست تايم اسف واخده ترو. انا عايزه بقى لما يعمل اي عمليه تاخد تتغير، انا عايزه يتغير مع اي تغيير، مع اي تغيير يعني ممكن نفكر لها ان هي اي تغيير يحصل نغير لها، نخليه يسمع فيها، نخليه يعني يبقى ايه واخد قيمه. فممكن مثلا نشتغل مثلا على ايه، اقول له ان جي تشينج لما القيمه تتغير في الفيرست نيم مثلا، عايز اقول له الفيرست تايم خليها بتساوي فولس. خلاص نجرب كده، هرجع هنا وعامل ريفريش. طبعا هو ده كده بمفعول الفيرست تايم كاتب عادل او مجبت، خلاص كده خلاص مبقاش فيه مشكله عندي، او ما بشيل بيقفل وبيطلع لي ايرور ان ده ريكواير. طب ماشي عادل، مشيت فتحت خلاص الزرار،
بتاع السبميت، بس كان المفروض يبقى برضه ديسيبل عشان لسه ما كملش بقية الحاجات. طبعا المفروض ان الحاجات تبقى طالعه اصلا كلها ضربه ايرورز، عشان كده بقول المفروض في البدايه اول مره يبقى كل الكلام دوت طالع بايرورز، واحنا مش عايزينه يطلع بايرورز غير لما يكتب، فمش هينفع. فلازم اكون دخلت كله طالما كله اجباري، فلازم اقول ان كله بقى كل الاجباري دخل، ساعتها انا اشيل عشان اعرف بس لفه طويله. ماشي 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 ماشي. ممكن نعملها ازاي يا عم عادل؟ ممكن نقول ايه؟ ممكن اقول زي ما عملت هنا في الان جي كليك، في الان جي كليك، في الان جي كليك هنا قمت قايل ريسيت وناديت على ريسيت، فانا هعمل في الريكواير ده هنا ان جي تشينج، بس مش هدي هنا فيرست تايم فولس، لا ان جي تشينج هنادي على كومبليتد. دي كده ميثود جديده هشيك عليها مع كل ايه، هشيك عليها مع كل واحده من دول، مع كل فيرست نيم ومع اللاست، مع كل حاجه ريكوايرد يعني، مع كل حاجه ريكوايرد. فانا هون كومبليتد وهنا في اللاست نيم، وفاضل لي بقى في الايميل برضه هقول له هي كومبليتد ولا لا، كومبليتد ولا لا. وهون جاي هنا لازم اعرب بقى الايه، ماشي اعرف هنا كومبليتد على السكوب، وقايل له completed، ودي عبارة عن function بتعمل ايه. الفانكشن دي بتشوف scope dot first، اه ماشي، نقول ايه، هنقول if ان ال scope first name، first name يكون لا يساوي فاضي، في نفس الوقت last name يكون كذلك، last name كذلك، ولازم الايه الايميل الايميل كذلك. ساعتها يبقى الفيرست سكوب دوت فيرست first time يبقى false، else لو في اي واحدة منهم مش مظبوطة هيخلي first time ده ايه true. يبقى كده ظبطت القصة بقى بتاعت اول مرة دي خالص، وطلع كده false اهو، كتبت عادل الله معلش ايرور هنا، وفي نفس الوقت مفتحش، كتبت ما كتبتش بتاعت ان عادل طبعا بتاعت عن بلد ايميل ادرس، اصبر عليا صورة جيميل تمام، بس برضه لسه مقفول، لازم اكتب هنا حاجة كريم ماشي، بس لو مسحت طبعا هيطلع ايرور، لكن ما مسحتش تمام خلاص فتح الزرار بكده. انا قايد شيكت على كله، ريسيت فضيت كله، بيطلع كله ايرور وبتقفل، طبعا مش عندها اي مشكلة. وكده انا اتحققت من شكل الفورم بتاعتي وعملت فاليديت للداتا الديرتي والانفاليد والايرورز، واستخدمت ان جي كليك، واستخدمت ان جي تشينج، ان جي كليك وتشينج، طبعا احنا قلنا في دبل كليك، في ماوس داون ماوس اب وماوس انتر وماوس ليف وماوس موف وماوس اوفر، دول ماوس، وفي كي على الكيبورد قلنا كي داون وكي اب وكي بريس خلاص. اما ان جي تشينج مع تغيير اي ايه اي بيانات. وكده نكون خدنا بصه على
فكرة الفورمز والتحكم بالداتا في الفورمز بشكل بسيط مع الانجلر.